عندنا السيد وزير الخارجية السفير سامح شكري ذهب النهاردة إلى أثينا في اليونان. راح اليونان لأنه هناك اجتماعات رباعية ما بين الوزير الخارجية المصري، وزير الخارجية اليوناني، وزير الخارجية القبرصي، ووزير الخارجية الفرنسي. حضراتكم عارفين طبعا انه الدول الاربعة دي بتجمعها منظمة غاز الشرق المتوسط، تجمعها كمان على مدار السنين اللي فاتت شبكة كبيرة من العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. هذه العلاقات كانت كلها تتميز بالتعاون الكثيف ما بين الدول الأربعة ودول أخرى في شرق المتوسط. الخبر اللي بعته وأذاعه السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بيقول إنه التطور إنه مقرر إنه هذا الاجتماع اللي هو اليوم الجمعة، طبعا الجمعة مش أجازة في اليونان ففي شغل، وإنه الاجتماعات هتبحث التطورات الأخيرة فين بقى في منطقة الساحل والصحراء. الساحل والصحراء دي حضرتكم عارفين المنطقة الممتدة من جنوب ليبيا وغرب ليبيا لغاية ما توصل للمحيط الأطلنطي الناحية التانية في أفريقيا، ودي منطقة زي ما انتم عارفين مليئة بشبكات الإرهاب الكبرى سواء كانت داعش أو القاعدة. وكمان التطورات في الخليج العربي، والخليج العربي هنا إشارة واضحة إلى إيران، ملف الإيراني. السيد وزير الخارجية طبعا سامح شكري مع الوزراء الثلاثة الآخرين الشركاء هيبحثوا. أهم شيء طبعا يجمع الدول دي هو مجال الطاقة والهجرة، الهجرة المشروعة وغير المشروعة، وكذلك التحديات اللي بتواجهها الدول كلها فيما يخص فيروس كورونا. ده فيما يخص الاجتماع الرباعي. كمان هناك اجتماع منفصل ما بين السيد سامح شكري وزير الخارجية مع وزير الخارجية الفرنسي. انتوا عارفين طبعا ان سيادة الرئيس كان لسه الاسبوع اللي فات في فرنسا في المؤتمر الدولي حول ليبيا، وانه دي الزيارة السابعة لسيادة الرئيس الى باريس، وان العلاقات الثنائية ما بين الدولتين فرنسا ومصر علاقات كبيرة. وبالتالي هناك اجتماع منفصل ما بين السيد سامح شكري والسيد وزير خارجية فرنسا لبحث تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والدفاعية اللي تم توقيعها مؤخرا ما بين الدولتين.